بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم على آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وفقنا يا رب لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم بارك لنا فيما أقمتنا فيه، وأعنا على ما أقمتنا فيه، وأسعدنا بما أقمتنا فيه، وخذ بأيدينا إليك بما أقمتنا فيه مما أقمتنا فيه بفضلك وجودك وكرمك يا رب العالمين. فقهنا في أمور ديننا ودنيانا، اللهم اجعل لنا فرقانا يا رب العالمين نعرف به ما يرضيك وما يغضبك، وأعنا على طاعتك ما حينا، ووفقنا على البعد عما حرمته علينا يا رب العالمين. نسألك ما قرب إليك من قول وعمل، ونعوذ بك من كل ما باعد بيننا وبينك من قول وعمل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، اللهم شفعه فينا. اللهم يا رب العالمين اسقنا من يده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أمدا. اللهم أمدنا بمدده، وأنرنا بأنواره، وخلقنا بأخلاقه، أحينا على سنته، وتوفنا على ملته، وأعذنا من مضلة الفتن برحمتك يا أرحم الراحمين، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين، في فقه السادة الشافعية. ونحن في أبواب وفصول كتاب الحج، فصل في أحكام محرمات الإحرام. وقلنا أن من محرمات الإحرام ذكر هنا منها 10، وقرأنا الأول منها وهو ما يحرم بسبب الإحرام، أحدها لبس المخيط. وإحنا قلنا المخيط المحيط، لكن مش مجرد انه منسوق بالخيط يبقى حرام، لا، مقصود انه مخيط ومحيط يعني بالانسان، يعني متفصل عليه، يعني مفصل عليه بلغة العصر، يعني ايه؟ يعني افلينه عليه بحيث يبقى عامل زي جلابية، عامل زي قميص، او عامل زي مثلا كم متفصل ومتخيطه. لكن لو مفيش خيط كده يبقى ممكن، يبقى المخيط المحيط. هذا خاص بالذكر، بالرجل دون المرأة. المرأة بتلبس عادي كقميص وقباء وخف ولبس منسول كدرع او المعقود كلبد في جميع بدن. والثاني تغطية الرأس، واحنا واقفين عليه، والثاني تغطية الرأس او بعضها من الرجل بما يعد ساترا كعمامة وطين، فان لم يعد ساترا لم يضر. يعني ما ينفعش يحط مثلا حنة دي زي الطين كده تعمل طبقة ممكن تغطي الرأس، ما ينفعش. كذلك ساتر كعمامة مثلا وقلونسوة وبرنيطة وغير ذلك. والبرنيطة بالذات كمان فيها تشبه، لأن البرنيطة لا تعين على الصلاة، تلاقي ليها حافة كده تمنعك من السجود، فهي لبس الكفار غير صالحة للمسلمين، فهي تحرم في كل وقت وبالذات للمحرم، تحرم بسبب حرمتين. وكذلك البتاع الكاسكتة اللي ليها حاجة طالعة كده، إلا لو كانت بتتني عشان تعينك على السجود فيجوز لبسها. كل ده، كل ما يغطي الرأس يحرم. وكذلك إنك ترفع مثلا الرداء وتغطي بيه رأسك كده كالشال وأنت محرم عشان لا تتعرض للشمس مثلا، كل دي يحرم لأنه تغطية رأس. فإن لم يعد ساترا لم يضر، كوضع يده على بعض رأسه ده ما يضرش، لأن وضع اليد على الرأس ما يضرش لأنه يعد ساتر. وكان غماسه في ماء وهو بيغطس عشان يستحم، ما يعتبرش ساتر. واستظلاله بمحمل وإن مس رأسه. ساعات تركب في عربية مثلا عاملين لها سقف قصير، فتبقى قاعد دماغك لازق على سقف السيارة، ما يضرش، واخد بالك؟ ما يضرش الحكاية، لأن ده مش مقصود به الستر. وتغطية الوجه أو بعضه من المرأة بما يعد ساترا. يبقى اللي فات خص بالرجل، هنا دخلنا في المرأة، تغطية إيه؟ الوجه من المرأة بما يعد ساترا.
ويجب عليها أن تستر من وجهها ما لا يتأتى ستر جميع الرأس إلا به، لكن ممكن تغطي من وجهها جزء اللي بيه تعرف تثبت الإيه ما على شعرها ما على رأسها، لأن ما لا يتأتى الواجب إلا به فهو واجب. فممكن تاخد حتة من خدها عشان تطمئن مثلا إن الشعر ما يبانش، حتة من الجبهة عشان تبين ما تبينش منابت الشعر، حتة كده إيه من الذقن عشان تقدر ايه يبقى ستر الرأس كامل، وعشان الرقبة لان رقبتها من العور. وعليها ان تستر من وجهها ما لا يتأتى ستر جميع الرأس الا به، ولها ان تسبل على وجهها ثوبا متجافيا عنه بخشبة ونحوها. واذا كانت هي من تريد تغطي وجهها امام الناس بطريقة لا تفسد احرامها، فممكن تعمل ايه زي حاجة كده على رأسها زي خشبة او شيء من هذا، وتخلي الساتر بعيد، ستارة بعيدة كده. لكن الوقت انت بتشوفهم تلاقي الستات محرمات كلهم مغطين وشهم عموما. هل بقى بيعملوا بيدفعوا هدي يعني بيدبحوا هدي ليهم ولا لا ما اعرفش، لكن هو العادة الوقت بتشوف الستات تعمل تحرم هناك وتعمل حج وعمرة، تلاقي كل الستات مغطين وجوههم وهم محرمات، فبقت عادة عجيبة يعني، وهي من البدع. دي تعتبر بدعة لأنها مخالفة للشرع، بدعة حرام لأنها مخالفة للشرع الشريف. قليل يمكن في الحجة اللي فاتت شفت واحدة ست بس عاملة كده حاجة طويلة ومدلدلها بعيدة، فعندها علم شوي، واحدة بس في وسط ملايين الحجة. فأصبح إيه هذه الأشياء يعني مش معمول بها للأسف، فنريد أننا نحيي سنة هذه الأشياء ونحوها. والخنثى كما قاله القاضي أبو الطيب يؤمر بالستر. الخنثى عشان إيه إحنا نمشي معاه بجانب الاحتياط، فنقول له إيه أستر بدنك ويلبس كالمرأة احتياطا ولبس المخيط. وأما الفدية يعني يعامل الخنثى معاملة المرأة احتياطا، فيلبس المخيط ويغطي رأسه وإيه ويظهر وجهه، وكذلك لا تلبس القفاز اللي هو الجوانتي باللغة بتاعتنا. يبقى المرأة إحرامها في وجهها وكفيها كما قال صلى الله عليه وسلم. فالذي عليه الجمهور أنه إن ستر وجهه أو رأسه لم تجب الفدية للشك. طب افرض خنسة وإيه وما ما 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 ستر وجهه ورأسه أو رأسه، لم تجب الفدية للشك، لأن ستر الوجه للمرأة محظور وللرجل جائز، فهو عمل حاجة جائزة للرجل حرام للمرأة، فإن يعمل الفدية ولا ما يدلوش. نقول ما نلعليش فدية، لأن احنا نشك هل ده راجل أصلا ولا ست، فما نعرفش عمل حاجة مباحة للرجل حرام للمرأة أو حرام للمرأة ومباحة للرجل، فهمت؟ فيبقى إيه لا نحكم له بالفدية للشك. وإن سترهما ستر رأسه وجهه فعمل حاجتين بمجموعهم لا يجوز أن يجتمعان في رجل ولا في امرأة، يبقى هنا أكيد وجبت الفدية عليه، لأنه لو راجل وجبت الفدية بستر الرأس، ولو امرأة وجبت الفدية بستر الوجه، فهمت؟ يبقى وإن سترهما وجبت. كل المسائل دي بتربي فيك الملكة الفقهية ازاي تفكر في الأمور المختلفة. والثالث ترجيل أي تسريح الشعر. ترجيل الشعر يعني بعد دهنه، علشان لأنه مطلق ترجيل الشعر مكروه وليس حرام، هنا عدوا من المحرمات، فيبدو أن احنا يعني المقصود بترجيل الشعر مع دهنه، يبقى الاثنين دول لما يجتمعوا مع بعض يبقى حرام. ولكن متى يحرم ترجيل الشعر؟ للي بيعرف ان شعره بيتساقط مع الترجيل. ترجيل الشعر يعني ايه؟ يعني تصفيفه، يعني يستعمل مشط، دي معنى ترجيل الشعر. فلو عارف هو انه المشط لما بيسرح بيطلع شعره يبقى هنا في الحالة دي يحرم، لو متيقن متيقن. طب مش متيقن، احيان واحيان يبقى يكره. متأكد انه ما بيتأثرش شعره لا يحرم، واضح؟ يبقى مباح. تبقى بتختلف على حسب. وترجيل أي تسريح الشعر كذا عده مصنف من المحرمات، لكن الذي في شرح المؤدب أنه مكروه. وكذا حك الشعر بالظفر يعني الهرش
بضفره كده، لانه ممكن ما يقرش كده ويقرش في شعره كده يتساقط شعره. والرابع حلقه اي الشعر او نتفه او احراقه، والمراد ازالته باي طريق كان ولو ناسيا. والخامس تقليم الاظفار اي ازالتها من يد او رجل بتقليم او غيره، الا اذا انكسر بعض ظفر المحرم وتاذى به فلو ازاله المنكسر فقط ولا فديه عليه. يبقى لو انكسر ظفره عفوا يعني بدون ما هو يقصده، واصبح الظفر المنكسر ده يؤذيه كل شويه يلمس حاجه يقوم ايه يؤلمه، يبقى له ازالته ولا فديه عليه. ده لو انكسر ظفر. يبقى بيشترط ان يتاذى به، لكن لو انكسر وما بتاذاش به ما يزلوش، فلو ازاله عليه فديه. يبقى بيشترط انه بيتاذى به يعني بيألمه. والسادس الطيب أي استعماله قصدا مما يقصد منه رائحة الطيب، أو بما يقصد أو مما يقصد منه رائحة الطيب، نحو مسك وكافور في ثوبه. يبقى لا يتطيب يعني ما يستعملش الحاجات اللي لها روائح طيبة في بدنه ولا باطنه، في ظاهره ولا باطنه يعني، وكمان يعني إيه لا يأكله ولا يصعطه يعني يدخله في أنفه، ولا يحقنه يعني يقطره في ودنه، يقطره في أي حتة اسمها الحقن أو الاحتقان، يعني ما يستعملوش بأي وسيلة من وسائل الاستعمال طالما طيب. نحو مسك وكافور في ثوبه بأن يلصقه به على الوجه المعتاد في استعماله أو في بدنه ظاهره أو باطنه كأكله الطيب. ولا فرق في مستعمل الطيب، يعني ما يجيبش مية ورد هو هياكل الطيب ازاي، بيجيبوا مية الورد يحطها في مية الشرب، مش ده يعملوا الناس كده ساعات. فيبقى ما ينفعش المحرم يشرب ماء ورد، يعني ماء في ماء ورد كويس او اي حاجة يعني مضاف عليها طيب كأكله الطيب. ولا فرق في مستعمل الطيب بين كونه في مستعمل الطيب بين كونه رجلا او امرأة، اخشم كان او لا. اخشم يعني ايه؟ يعني ما بيشمش، اخشم زي المزكوم كده يعني، لا حاسة الشم عنده مفقودة اما مؤقتا او دائما. برضو يحرم استعمال الطيب للاخشم كويس، حتى ولو كان هو لا يشم الطيب. ويستوي في الطيب في حرمة الطيب الرجل والمرأة. وخرج بقصدا ما لو ألقت علي الريح طيبا، الريح طيبا طب افرض هو ماشي مثلا جاء هوا كده فراح كب زجاجة فيها طيب فوقع عليه، ما يضرش خلاص، بس يزيله بسرعة فإن تلكأ وجبت الفدية. يعني هل بركة يا جامع؟ لا ما ينفعش، يبقى يزيله بسرعة. أو أكره على استعماله، واحد جاب مسدس وحطه فيه قال له هطخك لو ما استعملتش الريح، يعني هيقتله، وهو شم منه ان هو ما بيهزرش فعلا، يعني بيكرهه اكراه شديد اكراه ملجئ. او خاف على نفسه، يبقى يستعمله حتى يزول الاكراه، فبمجرد ازاله الاكراه يزيله. يبقى يعني يشترط في الموضوع الحاجات دي الحرمه، العمد والعلم والاختيار، العمد والعلم والاختيار. أو أكره على استعماله أو جهل تحريمه، لأن احنا قلنا يشترط العلم، أو نسي أنه محرم، كل دول فإنه لا فدية عليه، اللي هو لو ألقي عليه عفوا أو أكره على استعماله أو لا يعلم تحريمه يجهله أو نسي أنه محرم، كل دول لا فدية عليه، بس بشرط أنه بمجرد علمه يزيله، بمجرد تذكره يزيله، بمجرد إزالة الإكراه يزيله، بمجرد وقوع عليه عفوا يزيله. واضح؟ فإن علم تحريمه وجهل الفدية وجبت. طب افرض أنه هو عارف أنه حرام لكن ما يعرفش أنه إيه عليه فدية أو قيمة الفدية، فاستعمله مع علمه أنه حرام وجبت الفدية، ليه؟ لتجرؤه على فعل الحرام. واضح؟ والسابع قتل الصيد البري المأكول بالشروط دي، طبعا يبقى بري ومأكول عشان البحري يجوز، والحرم في بحر ما فيهوش بحر، لكن لو فيه بحر طلع بحر فيه يبقى. طب افرض محرم ومسافر في البحر وقاعد في الباخره ليه يصطاد من البحر؟
مش مشكلة. قتل الصيد البري المأكول أو ما في أصله مأكول من وحش وطير، ويحرم أيضا صيده ووضع اليد عليه، كما يحرم قتل الصيد، يحرم إيه؟ مجرد صيده بغير قتل، وكذلك وضع اليد عليه، إنه يمسكه ويحبسه عشان يبقى من اختصاص لي، يعني يختص له، فما ينفعش برك. يقول لما علم فك إحرامي أبقى أدبح وكله، ما ينفعش. ووضع اليد عليه والتعرض لجزئه، وكذلك التعرض لجزء، يعني مثلا حمامة بتطير يروح مسكها من جناحها تروح طايرة وتقطع منها ريشة، برضو حرام، لأن ده تعرض لجزئه. ده حتى قال لك يحرم تنفيره إذا كان في الحرم بقى، كويس، تنفيره إذا كان في الحرم، ويحرم الإعانة عليه أيضا، إنه يشير لمن يصطاده أو يعاونه ويديله آلة الصيد، كل ده برضو حرام. والتعرض لجزئه وشعره وريشه. والثامن عقد النكاح، فيحرم على المحرم أن يعقد النكاح لنفسه أو غيره بوكالة أو ولاية، يبقى ما ينفعش يتزوج لنفسه أو يزوج غيره، كويس، طول ما هو محرم. فإن فعل بطل العقد، لا ينعقد العقد. والتاسع الوطء من عاقل عالم بالتحريم اللي هو الجماع، سواء جامع في حج أو عمرة، في قبل أو دبر، من ذكر أو أنثى، زوجة أو مملوكة أو أجنبي، يعني الوطء مطلقة حتى ولو زنا، يبقى حرمة الزنا وحرمة كمان إنه جامع، حرمتين. طب ولو كانت زوجته حلال، يبقى حرام للوطء فقط مش لكونه زاني، واضح؟ طب وطأها في دبورها وهي زوجته، يبقى حرمتين، حرمة الوطء وهو محرم، وحرمة الوطء في الدبر لأنه حرام قطعا في كل الأحوال، وهكذا. يعني ممكن الحرام يبقى مركب من محرمات، واخد بالك، وممكن يبقى غير مركب، يبقى حرام واحد بس، وهكذا. والعاشر المباشرة فيما دون الفرج كلمس وقبلة بشهوة، اللي يسموها احنا مقدمات الجماع، كل دي برضو حرام، ليه؟ لأنها تفضي إلى الجماع بشهوة، أما بغير شهوة فلا يحرم. يعني ممكن لو مثلا مسك مراته بيعديها الطريق، ما فيش شهوة هنا بقى، مسك ايدها بيعديها الطريق، واخد بالك، يبقى يجوز اللمس لكن مش المباشرة اللي هي تفضي للجماع. أو مثلا حط ايده على قريتها بيشوفها سخنة ولا باردة، تعبانة ولا عيانة، لمس شفقة، واخد بالك، كل ده جائز، لكن المباشرة اللي هي فيها نوع من الشهوة هو ده اللي حرام، سواء بحائل أو بغير حائل، بحائل أو بغير حائل. وفي جميع ذلك أي المحرمات السابقة الفدية، وسيأتي بيانها، والجماع المذكور تفسد به العمرة المفردة، أما التي في ضمن الحج في قران فيتبع له صحة وفسادا. نقف على أي حال هنا، لأن احنا كده قرينا جزء كبير، احنا كده قرأنا العشرة على أي حال بشرح ابن قاسم الغزي. نشوف تعليق الشيخ إبراهيم البيجوري في الحاشية على ما قرأناه من قوله والثاني أي من المحرمات، وقول تغطية الرأس أي لخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال في المحرم الذي سقط عن بعيره ميتا لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يعني حتى لو مات وهو محرم لما يجوا يكفنوه ما يغطوش رأسه، ليه؟ لأنه يبعث يوم القيامة محرما برضو ملبيا، وما يستعملوش في تغسيله يعني طيب ككفور أو غيره، طالما مات وهو محرم يغسلوه بماء قراح. وقول أو بعضها أي الرأس، وفيه تأنيث ضمير الرأس بعضها، لكن ده يعني إيه عند العوام، ولك هذه رأس، ده عند العوام يخليها مؤنثة، لكن عند المحققين العضو المفرد يذكر، والعضو اللي فيه منه مثيله يؤنث، دي القاعدة كده، كويس. والصواب تذكيره، لأن القاعدة أن ما كان منفردا من أعضاء البدن يذكر، وما كان متعددا يؤنث، فكان عليه أن يقول أو بعضه،
ولو البياض الذي وراء الأذن. ده كان على أي حال في كتب الفقه لا تراعى قواعد اللغة 100%، لأنه أصلا علماء الفقه يريد الشرح للإنسان العادي، فلابد أن يتنزل للغته. فأحيانا يبقى العالم عارف القاعدة لكن يكتبها على لغة العوام، عشان الناس لما تيجي تقراها ما تستغربش وتفهم بسرعة، لأنه مقصود في الفقه تفهيم الناس. فأحيانا تلاقي يتجوز شوية عن بعض قواعد في اللغة من باب إيه؟ من باب التنزل لتفهيم الناس فقط. لكن لو راعى يبقى أفضل. ولو البياض الذي وراء الأذن، لا فرق في ذلك بين شعره وبشرته. يعني شوف انت وراء اذنك في بياض اهو، ما فيهوش شعر، ده يعتبر له حكم الرأس كويس، فيبقى ما يغطيهوش. لا فرق في ذلك بين شعره وبشرته. نعم لا يحرم ستر الشعر الخارج عن حد الرأس، لكن افرد شعره طويل ومدلدل على كتافه، فستر اللي مدلدل على كتافه ما يضرش، لكن ما يسترش اللي هي محاسب ايه للرأس. واضح؟ لانه كان الصحابة كثير منهم شعرهم طويل نازل يضرب ولا المنكبين، وحتى الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم شعره كان يضرب ما بين منكبيه صلى الله عليه وسلم، فيبقى لما يجي يحط الرداء ممكن يغطي جزء من شعره اللي هو غير محاسب للرأس، فما فيهوش مشكلة. قول من الرجل قد عرفت انه راجع للاثنين قبله، وهما لبس المخيط، لبس المخيط وتغطية الرأس، الاثنين دول للرجل، فإن لبسه أو غطى رأسه بغير عذر حرم عليه. يعني لو لبس المخيط بغير عذر من برد شديد مثلا، افرض برد شديد هيموت، لبسه بقى بلطه ودفيه ويبقى خلاص يطعم بقى ست مساكين، واخد بالك؟ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، أو يصوم 3 أيام أو يذبح، لكن ما نسيبوش يبرد يتكتك ويموت الرجل مننا، يبقى ده عنده عذر كويس، لكن بغير العذر يمنع الحرمة، يبقى مش حرام عليه ويعمل فدية، لكن بغير عذر ولبس يبقى حرام وعليه الفدية. واضح؟ يبقى بغير عذر حرم عليه ولزمته الفدية، يعني ممكن مش شرط ان كل واحد تلزمه الفدية يبقى عامل غلط حرام. فهمت ازاي؟ مش شرط كل واحد تلزمه الفدية يبقى آثم. واضح؟ احيانا يبقى آثم وتلزمه الفدية، واحيانا تلزمه الفدية بلا اسم، زي الناسي عملها ناسيا او غير عالم بالتحريم في بعض الايه المحظورات لا يراعى فيها العلم ولا يجب فيه الفدية، لكن النسيان يمنع ايه؟ انه يبقى حرام بس. فإن كان بعذر من حر أو برد أو مداوات، كأن جرح رأسه فشد عليه خرقة، كأن جرح رأسه، رأسه كأن جرح رأسه فشد عليه خرقة جاز، لكن تلزمه الفدية قياسا على الحلق. هنا ضرورة، اتجرح في دماغه وعمل خياطة وحطوا له ضمادة وشد عليه خرقة، ده هنا ضرورة يبقى لا يأسم لكن عليه الفدية، لا يأسم وعليه الفدية، زي اللي لبس برضه بسبب شدة برد وعليه الفدية ولا يأسم. فإن كان بعذر من حر أو برد أو مداوات كان جرح رأسه فشد عليه خرقة جاز، لكن تلزمه الفدية قياسا على الحلق بسبب الأذى. مش ربنا بيقول في الآية فمن كان مريضا او به مريضا، اقول اللي هو ايه مريضا، يعني مثلا ما يقدرش يستحمل البرد او ما يستحملش الحر، يجي له ضربة شمس فيغطي راسه. فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه، يعني مأمل عنده جرب عنده اي حاجة زي سبب النزول، ان كان صحابي كان الامل بينزل يمشي هيدخل في عينه من كتر ما الامل وشعره، فالرسول ايه قال له هل تؤذيك هوام رأسك؟ قال نعم يا رسول الله، قال احلق وأطعم، ونزلت الآية. ومن كان إيه مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من إيه؟ من صيام أو صدقة أو نسك. يبقى هنا على التخيير، على التخيير مش على الترتيب، يعني يختار واحدة من الثلاثة، فدية من صيام يصوم 3 أيام، أو صدقة
يطعم 6 مساكين كل مسكين نصف صاع من مساكين الحرم، او نسك يعني يذبح ايه خروف، يذبح جدي، بس اذا كان من جنس الخرفان يبقى 2 سنين يعني نفس شروط الاضحية، واذا كان من جنس الماعز زي الجديان يبقى 2 سنين وعدة، اذا كان خروف يبقى 1 سنة وماشي في الثانية، واذا كان ماعز يبقى 2 ماعز يعني 2 سنين وماشي في الثالثة. والمراد بالرجل الذكر يقينا، عشان نخرج الأخنثى، الذكر يقينا فدخل الصبي، يبقى حكاية الجندر اللي بيطلعوا عنا الجديدة دي ان مفيش تفريق بين الجنس، ده ضد الاسلام، لان في احكام متعلقة بالرجال واحكام متعلقة بالنساء، انما الوقت عايزين يلغوا حتى ايه يكتب في ايه ذكر او انثى حتى في البطاقة الشخصية في امريكا وبعض الدعاة العصرية يعني، ويسموها جندر مش كده برضه. فالحاجات دي حرام قطعا، لان اولا يحرم التشبه بالرجال بالنساء والنساء بالرجال، وان الرجال لهم احكام مخصوصة والنساء لهم احكام مخصوصة، فهيحصل خلل في الشرع الشريف، وكل ما يؤدي الى خلل في الشرع الشريف لا نقبله مهما كان. فدخل الصبي وخرج الانثى والخنثى، يبقى الصبي يعني الصغير اللي هو لسه مش راجل لكنه ذكر، يبقى نفس احكام الرجل. طيب والبنت الصغيرة احكام المرأة، تاخد احكام المرأة في الايه في الاحرام. والخنثى اللي احنا مش عارفين راجل ولا ست، احكام المرأة تملي مبناها الستر وفيها الاحتياط، وطالما احنا مش عارفين فالاحتياط واجب، نعامله معاملة الانثى. واضح؟ فلهما لبس المخيط وكذلك المنسوج والمعقود وتغطية رأسهما، بل يجب عليهما ستر رأسهما، لكن يسن للخنثى ألا يلبس المخيط لاحتمال كونه رجلا. نعم، لكن الخنثى له أن يلبس، لكن الأفضل يتجنب المخيط بقدر الإمكان، لكن إيه يبقى محيط بجسمه وساتر نفسه تماما كالأنثى، ده من باب الأفضل يعني، لكنه لا يجب عليه لاحتمال كونه رجلا. نعم يحرم عليهما لبس القفازين في اليدين، يعني للرجل ولا المرأة يجوز أن يلبس قفاز يعني جوانتي باللغة العصرية بتاعتنا، يغطي، لكن ممكن يشد خرقة على ايده عشان يشيل احماله، تقوم ايده ما تضايقوش يعني، في ناس ساعات مع الشيل بدون ما يكون شادد خرقة على كفه يتأذى ويحصل له بعض الالتهابات، فممكن يشد خرقة وهو محرم لا بأس، لكن ما يلبس جوانتي. نعم يحرم عليهما لبس القفازين في اليدين لا شد نحو خرقة عليهما وتغطية الوجه، كذلك يحرم لقوله في الحديث المتقدم ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، قول بما يعد ساترا أي بشيء يعد في العرف ساترا وإن لم يكن مخيطا كالطيلسان وهو الشال. الشال ده إيه اللي احنا بنحطه على كتفنا كده معروف، هو أصلا اسمه طيلسان بلغة الفرس، بلغة إيه فارس طيلسان، واحنا نسميه الشال. والبيجوري راجل مصري صميم 100% من منوفية من البجور، فقال لك الشال علشان يريح جسمك تحت طي لسانك وانت تحت طي لسانك، يقولوا كده مش كده، طي لسانك وطي لسانك، فالطي لسان يستر البدن وطي اللسان يستر المعايب مش كده برضو. فالمدار على ما يعد ساترا في العرف وان لم يمنع ادراك لون البشره كالزجاج ومعالها للنسك، يعني لو انا جبت ساتر للراس شفاف برضه ساتر، واضح؟ برضه ساتر حتى لو شفاف، حتى لو يبين الراس، ولو جبت منسوج يعني شبيكه كده شبكه خالص وواسع خالص وسترت برضه ساتر حتى ولو مهلهل، واضح؟ وقولك عمامة أي وعرقية وتربوش، وسمي اللي تسميه بعد كده برنيطة زعبوط أي حاجة قلم صوة، سمي اللي تسميه. وقول وطين أي ثخين وحناء كذلك. وقول فإن لم يعد ساترا أي في العرف، وهو مقابل لقوله بما يعد ساترا أي في العرف كما مر. وقوله لم يضر أي لم يحرم. وقوله كوضع يده على بعض رأسه
اي ما لم يقصد بها الستر والا حرم. احنا قلنا لو وضع يده على راسه كده ما يضرش، لكن لو قصد بها الستر حرم. طيب يشيل احماله على دماغه، القفه بتاعته، الشنطه بتاعته، لكن لو قصد انه يشيلها يستر بيها راسه يحرم. واضح؟ لكن لو قصد انه يشيلها بس عشان يوصلها للمكان الفلاني ما يضرش. ما لم يقصد بها الستر والا حرم ولا فديه عند الرمل. طب افرض وضع يده وقصد بها الستر، واليد اصلا لا تستر الراس كله، هل حرم بالاجماع عند الشافعي؟ طب هل عليه فديه ولا لا؟ الامام الرملي قال لا ما عليهوش فديه، لان اصلا لا يقصد بها الستر عاده، لكن تجب الفديه عند ابن حجر الهيثمي، وهما الاثنين شافعيه من اصحاب الوجوه. يبقى الامام الرملي قال في اليد لو قصد بها الستر يأثم ولا فدية عليه، لأنها لا تعد ساترا عادة. طب وابن حجر الهيثمي قال لا يأثم ويبقى عليه فدية. واحنا لما بيختلف ابن الرملي والابن حجر الهيثمي بنرجح كلام الرملي. كان الرملي يقول عليه الشافعي السعير، يعني كان في علمه الناس بيعتقدوا فيه أكثر، والاثنين كانوا تقريبا معاصرين لبعض. وقال بعضهم لا يحرم، دول قليلين، قال لك حتى لو اراد بها الستر ووضع يده لا يحرم، لان هي اصلا لا تعد ستر. وان قصد الستر، وقال بعضهم لا يحرم وان قصد الستر على المعتمد، وده اللي رجحه مين؟ البيجوري في الاخر. كويس؟ يبقى اللي رجحه البيجوري في الاخر، يبقى الشافعيه في مساله الستر باليد للراس ثلاثه اوجه. وجه يحرم عليه الفدية إن قصد الستر، وجه تاني يحرم وليس عليه الفدية وهو وجه الرملي، والمعتمد أنه لا يحرم ولا فدية عليه. يبقى ثلاثة وجوه في المذهب، واضح؟ والمعتمد والأخير لأن اللي عليه الفتوى، المعتمد الأخير اللي عليه الفتوى. وكذا حمل نحو قفة. هتقول لي يعني إيه قفة؟ قفة دي يعني حاجة كده بيشيلوا فيها وليها ودنين يشيلوا فيها متاعهم، يقوم يشيلوها يحطوها على دماغه، دي اسمها قفة. كويس؟ دلوقتي ان ايه تسميها انت شنطة، تسميها اي حاجة، هاند باج، اي حاجة يحطها على دماغه، يبقى ايه تبقى اذا قصد برضو الستر نخش في الايه في الوجوه التانية. وكذا حمل نحو قفة على رأسه لم تعمه او غالبه ما لم يقصد بها الستر والا حرم ووجبت الفدية، لان نحو القفة يقصد بها الستر عادة بخلاف اليد. يبقى في القفه غير اليد ما فيهاش اوجه. واخد بالك ازاي؟ يبقى ايه يحرم ان قصد بها الستر وعليه الفدي. وقول واستظلاله بمحمل بفتح الميم الاولى وكسر الثانيه او بالعكس. واستظلاله بمحمل وان مس راسه. ده لم يضر برضه. دي الحاجات دي لا تضر، استظلاله بمحمل. المحمل كان زمان ايه بيركبوا كده على الجمل ويعملوا فوق الجمل هودج زي حجره كده، يمكن بتشوفوها في الافلام التاريخيه، ويجلس ويبقى ليها سقف كده من قماش، فلو هو طويل شويه ممكن يطول راسه السقف ده، لا يضر لانه لا يقصد به الستر. واستظلاله بمحمل بفتح الميم الاولى وكسر الثانيه او بالعكس، محمل او ايه محمل. وأما فتحهما محمل زي لغة المصريين العوام فمن لحن العوام، ومثله الشقدف. الشقدف كانت عبارة عن مركبة بيركبها الحجاج زمان أيام الشيخ البيجوري، بتشبه الطفطف للي راح راس البر. عارف أنت راس البر؟ يعني مراكب، مركبة بيجرها خيل كده وعامل عليها خشب وليها عجلتين، وبعدين يروح عامل لها جدران من قماش وساتر وكراسي الناس تقعد عليه. كويس؟ فبيستظلوا بيها يعني. يبقى كل ده يمشي. وحمتور زي الحمتور، بس الحمتور بيبقى ايه واحد او اتنين، التانية بقى بيبقى صف كده وصف كده يعني. ومثله الشقدف. ها؟
والهودج الهودج لما يكون بياخد واحد او اتنين، والمحمل اما يكون بياخد عدد اكبر. ساعات يعملوه بين جمالين كمان او بين اربع جمال، ويبقى زي القطر ويقعدوا بقى عدد كبير. يعني كانت حاجات كتيرة. يعني الوسائل دي اختفت دلوقتي طبعا بعد ظهور البترول، لكن لو اختفى البترول هنرجع لها تاني. هتلاقي شوية العربيات بتاعتنا اللي فرحانين بيها دي كلها بقت حتة صفيح ومش عايزة تمشي، ونرجع تلاقي السيدة عائشة كلها حمير تركب الحمار بكذا وخلاص ويأجروا لك. نرجع تاني كما بدأنا أول خلق نعيده. وقول وإن مس رأسه، أي وإن مس المحمل رأسه، برضو ما يدرش طالما هو لا يقصد، هو قاعد بس يستظل، لكن هو عشان طويل شوية مس ما يدرش. وهذه غاية في عدم الضرر، يعني أقصى حاجة يعني. وقول وتغطية الوجه أو بعضه، أي إلا لحاجة، ده في المرأة، وتغطية الوجه أو بعضه من المرأة إلا لحاجة فيجوز مع الفدية. لحاجة يعني جرحت، عندها جرح فغطت، عملوا لها ضمادة فغطت بعض الوجه مثلا، عندها دمل، عندها أي حاجة، أو غطت وجهها علشان هي بتستحي حياء شديد أو جميلة جمال يعني خارق للعادة، فخايفة تفتن الحجاج، وبدل ما يطوفوا حوالين الكعبة يطوفوا حواليه، تبقى شغلان، فيبقى ساعتها تستر إيه وجهها، ويبقى عليها الفدية برضه، يبقى إيه عليها الفدية، لأن هنا يبقى لي حاجة. لكن في الحالات دي تبقى لا تأثم بالتغطية، ليه؟ لأن عندها عذر. لكن هم على أي حال يبدو أن نفسهم حلوة، فاعتبروا أن كل النساء جمال جمال، فيعني ده حسن ظن بالنساء، الحمد لله رفعوا معنويات النساء، فغطوا كل الستات يعني. لكن هو العادة أن الصحابيات نفسهم ما كانوش مغطيين وجوههم كلهم بالإجمال كده، بعضهم وبعضهم طول عمر الأمة كده يعني. وعشان كده علماء الأزهر ما يقول لك ان النقاب ده عادة وليست عبادة، يعني بيزعلوا الوهابية، يزعلوا منهم قوي، والسلفية يزعلوا من علماء الأزهر، ليه بتقولوا كده وليه انتوا، ويشنعوا عليه. ربنا يهديهم ويهدينا، لانه لو كان تغطية الوجه عبادة ما كان يحرم على المرأة في أثناء الصلاة ان تغطي وجهها، ده في الصلاة يحرم انها تصلي وهي مغطيه وجهها، وفي الحج وهو اشد العبادات فيه اختلاط بالرجال، امر الشارع ان المراه تبين وجهها، واخد بالك؟ فدل على ان تغطيه الوجه في غير هذه المناسك عاده، عاده بس من باب الاحتياط يعني، او التعود، او اذا كان في بلد ان النساء كلها مغطيات وجهها يبقى المراه الاحسن تغطي وجهها عشان ما تبقاش ايه عرضه لان الناس ينظروا اليها تبقى شاذ. لكن لو في بلد كل النساء كاشفين وجوههم وتيجي انت تغطي وجهك تبقى انت عرضه لايه؟ لان الناس تتعرض لك كل شويه، بتاع البوليس يوقفك في الشارع كل شويه، لان البلد دي كل الستات فيها مغطين مش مغطين وجوه، وهكذا. فالحكايه مش بهذه الشده يعني اللي بيبينه. وتغطيه الوجه او بعضه اي الا لحاجه فيجوز مع الفديه، وجعل الشارح هذا من تتمه الثاني فلم يجعله ثالثا بخلاف ما صنعه الشيخ الخطيب فانه جعله ثالثا. وقول من المراه اي ولو اما كما في المجموع، اما يعني رقيق يعني. وقول بما يعد ساترا اي في العرف كما مر في نظيره بخلاف ما لا يعد ساترا في العرف فلا يحرم وضع يدها على بعض وجهها. قول ويجب عليها ان تستر من وجهها الى اخره اي محافظه على ستر الراس لأنه عورة في الصلاة، ولا يمكن ستر جميعه إلا بستر قدر يسير من الوجه، فالمحافظة على ستره بكماله بستر ذلك الجزء أولى من المحافظة على كشف جميع الوجه بكشف ذلك الجزء. ويؤخذ من التعليل أن الأمة لا يجب عليها ذلك لأن رأسها ليس بعورة في الصلاة. احنا عندنا رأس يعني عورة الأمة في الصلاة اللي هي الرقيق اللي هي مش موجودة دلوقتي كعورة الرجل، يعني تشد حاجه بين سريتها وركبتها وتصلي وسابيها باي. شفت قد ايه دي الأمة؟ لان الأمة اصلا بتبقى في مهنه اهلها ممتهنه طول النهار قاعده تغسل وتعجن وتعمل وتردع العيال، فالشرع يسر عليها، قال لها لما تيجي تصلي عورتك كالرجل، يقوم ما تتركش الصلاه تيسيرا عليها. اللي هي غير موجوده الان. مثلا في ناس فاكر ان الأمة دي يعني الست الخدامه اللي بتيجي مثلا ايه
تستخدمهم في البيت، لا دي حرة، دي امرأة حرة وليست أم. الأمل هي بتباع في السوق كالرقيق اللي هي مش موجودة الوقت. قول ولها أي ويجوز لها وإن لم يكن لحاجة كحر وبرد. قول أن تسبل هكذا في بعض النسخ بالباء، وفي بعض النسخ تسدل بالدال المضمومة، ويقال سدل الثوب يسدله أرخاه من باب نصر ينصره. متجافيا عنه أي عن الوجه، يعني ممكن تعمل ثوب كده بعيد عن الوجه تسدله، إذا كانت هي بطبيعتها نشأت في بيئة يعني محافظة ومغطية وجهها منذ أن نشأت، ففي الحالة دي بتبقى حالتها النفسية لا تحتمل أنها تواجه الرجال بوجهها مكشوف طبيعتها، فيراعي الشرع فيها هذا. خلاص معلش، يبقى أنت خلي ساتر بعيد عن وجهك حتى ايه لا ينكسر نفسها بقى. وقول متجافيا عنه اي متباعدا عنه، اي بحيث لا يقع على البشرة، فان وقع عليها بغير اختيارها رفعته حالا فلا فدية عليها والا وجبت. طب افرد وهي ولمس وتأخرت في ازالته يبقى وجب عليها الفدية. وقول بخشبة ونحوها اي كحجر، يعني اي حاجة بحيث ايه تسندها. قول والخنثى، طبعا الصين لو عرفت الحكاية دي هتصنع لك بورنيتا للستات ليها بتاع طالعة كده وتلاقيها بتتباع بقى ايه الخمسة بقرش. الصينيين دول شاطرين يعني، يعرفوا بس الاحكام وبقى تكتر بقى وتحل الازمة. هتلاقي هناك زي ما عرفوا برضو ان الحجاج بيباتوا ليلة واحدة في مزدلفة وثلاث ليالي في منى، فعملوا الشمسيات الخيم اللي هي ايه بتتلم كده تبقى عصاية، وبعدين تروح فاردها كده تبقى خيمه وتنام تحتها، ويبقوا ب 60 ريال وب 70 ريال وحلو، وباعوا منها ملايين، فهم شاطرين يعني. فلو واحد بيسافر الصين يقول لهم الحكم ده، هم هيعمل لك ديزاين حلو هيدايزينه تمام بحيث يبقى تعمله كده وتدلدل كده، وممكن كمان اول ما يدلدل كده تسمع الاذان حاجات بقى بالبطاريه زي ما عملوا الفانوس. والخنثى الى اخره حصله انه يعامل معاملة المرأة، فيجب عليه ستر رأسه وكشف وجهه. وقول يؤمر بالستر اي ستر رأسه. وقول ولبس المخيط، ظاهر عبارته ان المعنى ويؤمر باللبس المخيط وليس كذلك، بل المعنى انه يباح له لبس المخيط، بل تقدم انه يسن له الا يلبس المخيط لاحتمال ان يكون رجلا. قول اما الفدية الى اخره مقابل القول يؤمر بالستر ولبس المخيط. وقول فالذي عليه الجمهور انه ان ستر وجهه اي وكشف رأسه، وقول او رأسه اي او ستر رأسه وكشف وجهه، يعني ما عملش الاثنين يعني. وقول لم تجب الفدية اي فيهما، وكذا لو كشفهما معا فلا فدية في هذه الصور الثلاثة، لكن يحرم عليه في الصورة الاولى وهي ما لو ستر وجهه وكشف رأسه، وكذا الأخيرة وهي ما لو كشفهما معا فيحرم عليه إن كان في صلاة أو بحضرة الأجانب، فالحرمة ليست من حيث الإحرام. وأما الصورة الثانية وهي ما لو ستر رأسه وكشف وجهه فهي الواجبة، لأنه كالمرأة. وقول للشك أي في كونه رجلا أو امرأة، وقول إن سترهما الاثنين يعني وجبت أي وحرم عليه أيضا. فالحاصل أن الصور أربعة، تكلم الشارح عن ثلاثة منها وترك واحدة، والثالث أي من المحرمات العشرة. وقول ترجيل إلى آخره ضعيف، كما أشار إليه الشارح بقول كذا عده المصنف من المحرمات، والمعتمد الكراهة في ترجيل الشعر كما ذكره بقوله، لكن الذي في شرح المهذب أنه مكروه، وهذا بناء على تفسير الترجيل بالتسريح من غير دهن كما فسره الشارح، وبعضهم حملوه على مده بالدهن ولو غير مطيب كزيت وشمع مذاب، وعليه فلا ضعف في كلام المصنف، والحمل عليه وإن كان بعيدا أولى من التضعيف، ويؤيد أنه لم يعد الدهن من المحرمات مع أنه منها، فيحرم دهن شعره أي جنسه الصادق بالكثير والقليل، يعني ما يحطش فازلين ولا كريمات شعر ولا الحاجات دي كلها وهو محرم، يحرم ولو واحدة، الصادق بالكثير والقليل ولو واحدة، يعني ولو شعرة واحدة دهنها دهن يحرم برضه، شعرة واحدة طلعها كده وراح داينه برضه ما ينفعش، كما هو ظاهر كلامهم. ولو كان محلوقا برضه ما ينفعش، حتى لو حالق ويحط على قرعته ده برضه ما ينفعش،
لأنه ينبت بعد ذلك مزينا بخلاف رأس الأقرع والأصلع وذقن الأمرد الذي لم يبلغ أوان إنبات لحيته، لأن ده يعتبر بشرة. ده واحد أصلع بقى وحط إيه حاجة على صلعته كده دهان لأن الشمس هتاكلها، بيعمل له تسلخات، يبقى يجوز لأنها ده بقت بشرة، بقت بشرة مش شعر. وكذلك اللي ما طلعش لحية لسه أو أجرودي، نسميه إحنا أجرودي، واخد بالك، اللي هو الأمر يعني لا لحية له، فحط على برضه إيه خده كده أي دهان كريم كده عشان مثلا مع الشمس والحاجات دي بيحمر ويتسلخ ويضايقه، فيجوز مفوشة. وأما الذي بلغ ذلك فيحرم عليك المرأة، والمراد خصوص شعر الرأس واللحية، وألحق المحب الطبري بشعر اللحية بقية شعور الوجه. قالوا طيب هل المقصود بدهن شعر الرأس برضه بس فيخرج اللحية والشارب والحاجب والشارب والعنفقة، الشارب اللي هو اللي على الشفة العليا والعنفقة اللي على الشفة السفلى سموها عنفقة، والشارب اللي هو على الشفة العليا، خلاص، هل دول كمان يدخل؟ والمعتمد، وهذا هو المعتمد، ان كل الشعور دي اللي في الرأس والوجه يحرم من ايه دهنة. فالقول خلافا لقول الولي العراقي التحريم ظاهر فيما اتصل باللحية، وهذا هو المعتمد، خلافا لقول الولي العراقي التحريم. والمراد خصوص شعر الرأس واللحية، وألحق المحب الطبري بشعر اللحية بقية شعور الوجه كحاجب وشارب وعنفقة، وهذا هو المعتمد خلافا لقول الولي العراقي التحريم ظاهر فيما اتصل باللحية كالشارب والعنفقة والعذار. العذار اللي هو الشعر اللي موجود على العظمة اللي أمام الأذن يسموه العذار. وأما الحاجب والهد وما على الجبهة ففيه بعد فهو ضعيف. وإن قال الشيخ الخطيب وهذا هو الظاهر بخلاف بقية شعور البدن، وله دهن بدنه ظاهرا أو باطنا، ممكن بقى يستعمل أي دهان، زيت ولا حاجة تطري جلده على ذراعه أو على صدره، بالرغم أنه في شعر برضه ما يضرش لأن ده من الجسد. وهذا هو الظاهر بخلاف بقية شعور البدن، وله دهن بدنه ظاهرا أو باطنا، وجعله في شجة أي جرح، يعني ممكن يحط الدهان المرهم ده برضه في شجة يعني في جرح غائر يحطه، ولو برأسه، ولو كانت الشجة دي في رأسه يعني الجرح ده في رأسه، شجه يعني بطحه بلغة المصريين، ولو بطحني شجني، واخد بالك، زي في ايه ضربك او شجك او جمع كلا لك في حديث ايه ام زرع زوج العشنق، ان انطق اطلق وان ايه وان امسك اعلق، كانت تقول كده كل واحده بتوصف زوجها بقى، واحده تانية بتقول ايه فلو كلمتيه شجكي او فلكي او جمع كلا لك، يعني يبتحك يا يكسرك يا يعمل الاثنين، يكسرك ويبتحك. ربنا ينجينا من العالم دي. وجعله في شجع جرح ولو برأسه، ولا يكره غسل بدنه ورأسه بقطني وسدر من غير نتف شعر. ممكن يستعمل نوع من الصابون كان اسمه السدر والخطم، زمان ايام زمان كان قبل الصابون بيستعملوا المواد دي للتنظيف، اما ياكل حاجه زفره او بتاع يستعملها. دلوقتي حل محلها الصابون اللي من غير ريحه، فلو ان يستعمل صابون من غير ريحه ما فيش مشكله، لان ذلك ليس للتزين بل لازاله الوسخ، لكن الاولى تركه احتياط، الاحتياط برضه تركه، لان برضه لا يخلو صابون الا يحط نسبه رائحه ولو بسيطه فيه. وللمحرم الاحتجام والفصد، ممكن يحتجم وممكن يفصد وممكن يخرر دمل يعصره يعني يطلع منه الصديد، كل ده ممكن، ما لم يقطع بهما شعرا. والأولى ترك الاكتحال الذي لا طيب فيه، يعني ممكن يكحل لكن لو كان كحل مضاف عليه طيب ما يستعملوش، وأما ما فيه طيب فهو حرام. وكذا حك الشعر بالظفر، وكذا حك الشعر بالظفر أي فهو مكروه. ليه؟ لأن حك الشعر بالظفر كده ممكن ينزل الشعر فيبقى ده مكروه. ليه؟
ليه قال لك مش حرام بل مكروه؟ لانه يعني مش متيقن انه هيزيل الشعر، فطالما مش متيقن ما نقدرش نحرمه، بس نقول مكروه لانه قد يؤدي الى يعني قطع الشعر. وكذا حك الشعر بالظفر اي فهو مكروه، يبقى معناه لو عايز يهرش يهرش بكف ايده، محرم وعايز يهرش ما يجراش حاجه يهرش بكف ايده مش بظفره، كويس عشان ما يزلش شعره، عايز يسرح شعره بايده بصوابعه، كويس علشان برضو ايه ما يستعملش المشط ويتساقط شعره منه ويقع في مشاكل هو مش قدها، وحتى لو قدها بتبقى برضو مشكله. بس في بعض الناس تعمل المشاكل دي تقول له اذبح يقول لك معيش فلوس، طب صوم ما اقدرش اصوم، طب انت طب ليه بتعمل كده لو انت مش قد الشغله؟ ابعد بقى، لا قد الصيام ولا قد الصدقه ولا قد الذبح ولا، طب ما بالراحه بقى على نفسك، حافظ على نفسك. وكذا حك الشعر بالظفر اي فهو مكروه، ومثل حك نحو يد او رجل على قطب او برذعه، تبقى راكب كده على الحمار وبعدين رجلك عايز تهرش شويه تقوم تحكها في البردعه، واخد بالك، يهرش برضه دي ممكن تزيل الشعر، دي برضه مكروه، واخد بالك، او تحكها في ظهر زميلك او في الحيطه يقعد يعمل كده، كل ده برضه مشكله لانه ممكن يزيل شعره وهو مش واخد بالك. قوله الرابع اي من المحرمات العشره، وقول حلقه اي من سائر جسده، ولو من نحو عانة او ابط او انف بخلاف الدهن فانه يختص بشعر الراس والوجه دون شعر باقي البدن كما مر. يبقى الحلق احنا قلنا الدهن ده حرام للشعر الراس والوجه، كويس، دون سائر البدن، لكن في الحلق الشعر بقى كل الشعر في سائر البدن ده حرام، حتى ولو ابطه حتى لو انفه، فما يقعدش ينكش من اخيره ويطلع شعر، واخد بالك، لان لكن لو نف كده فلقى في النفافه طلعت شعره مش مشكله، واخد بالك، دي مش مشكله، لكن لو قعد ينكش بايده وطلعت شعره يبقى دي مشكله. حلقه اي من سائر جسدي ولو من نحو عانه او ابط او انف بخلاف الدهن فانه يختص بشعر الراس والوجه دون شعر باقي البدن كما مر. وقوله اي الشعر اي الشعر اي جنسه ولو شعره واحده او بعضها. وقوله او نتفه او نتفه او احراقه اي او قصه او غير ذلك من سائر وجوه الازاله، ولذلك قال والمراد ازالته باي طريق كان. نعم لو كشط جلده يعني اتجلط جلده، اتكشطت يعني اتجلطت، فاتجلطت جلده او اتخبط في حاجه، لو كشط جلدة من بدنه كرأسه وعليها شعر لم يحرم، لأنه إيه تابع لي في الإزالة، ولا فدية في ذلك لأن الشعر تابع في الإزالة. قول ولو ناسيا أي ولو جاهلا، وهذه الغاية إنما تناسب الفدية للحرمة، لأنه لا يشترط لها يعني للحرمة العمد والعلم والاختيار، فكان الأولى إسقاطها، لأن الكلام في الحرمة لا في الفدية، إنما تناسب الفدية للحرمة لأنه يشترط لها اللي هي للفدية يعني إن يبقى متعمد وعالم ومختار، فكان الأولى إسقاط الناسي لأنه بيتكلم في المحرمات، فما يقولش ولو ناسيا، لو بيتكلم في الفدية يقول ولو ناسيا، لكن لو في المحرمات ما يقولش ولو ناسيا، واضح؟ قوله والخامس أي من المحرمات العشرة، وقول تقليم الاظفار اي جنسها الصادق بظفر واحد او بعض، يعني ما يقصش ضوافر بالقصافه ولا يقرقدها بسنانه، في ناس تقرقد، افرض قرقد ظفره كده وعشان يدي عادته وناس انه محرم وبعدين تذكر يمتنع في الحال على طول، يمتنع في الحال وانه كان ناسيا، ولا شيء عليه في وجهه، وفي وجهه يبقى ايه لو كان ظفر واحد يبقى عليه نصف صاع، لو كان ضفرين يبقى عليه صاع، لو كان ثلاث أصفار يبقى عليه هدي وما زاد، يعني هتيجي الحاجات دي بعدين. وقول تقليم الأظفار أي جنسها الصادق بظفر واحد أو بعضه، احنا عارفين ان تقليم الأظفار ده سنة من صلاة الفطرة مش كده برضه، لكن يحرم في أثناء الإحرام، والأفضل لما تيجي تقلم أظفارك في السنة وأنت غير محرم تبدأ باليد اليمنى
لانه فيه زينه، يعتبر تقليم الاصفر من الزينه، واليد اليمنى تكون اولى. تبدا باليد اليمنى، تبدا باي اصابع؟ اختيار الامام النووي تبدا بالسبابه اللي هي الموحده اللي هي فيها اشاره التوحيد، تبدا بها، ثم الوسطى، ثم الخنصر فالبنصر، ثم الابهام. كويس؟ ده في اليمنى. وفي اليسرى تبدا بالخنصر وتنتهي بالابهام. بالترتيب كده. واضح؟ سهلة؟ طب وفي صوابع الرجلين، وما تيجي تقص ضوافر رجليك تبدأ بالخنصر بتاع اليمنى وتمشي كده لحد ما تنتهي بخنصر اليسرى. سهل؟ سهل الحكاية؟ ده اختيار الإمام النووي، ولكن لا دليل عليه من حيث السنة، لكن ده استحباب العلماء من باب إيه؟ شافوا إن أفضل الأصابع هو الأصابع اللي بيشير للتوحيد، فيبقى هو ده الأولى يبتدي. فأعملوا عقولهم فاختاروا هذا الاختيار. فلا بأس انك تاخده، لكن لو واحد قص ضوافره بأي ترتيب ما خلاص، ما فيهاش يعني مشكلة يعني. دي هيئة السنة، فما فيهاش مشكلة كبيرة. يبقى احنا قلنا والخامس اي من المحرمات العشرة، وقول التقليم لأظفار اي جنسها الصادق بظفر واحد او بعض، وقول اي ازالتها تفسير للتقليم، فالمراد منه مطلق الازالة، فهو من اطلاق الخاص وارادة العام، ولذلك عمم في ازالتها بقول تقليم او غيره. غير يعني ايه؟ ارقاض الضوافر باسنان. نعم لو قطع اصبوعا بظفره لم يحرم. جاله غرغرينا في صباعه، في طرف صباعه، وقالوا له لازم نقطعه، وهو محرم وهيتشال معاه الضفر، يبقى مش مشكله، ما قالوش حاجه، لان الضفر ايه؟ تابعه وليس مقصود لذاته. ولو قطع اصبعا بظفره لم يحرم ولا فديه في ذلك، لان الظفر تابع، وقول من يد او رجل، فلا فرق بين اظافر اليدين او واظافر الرجلين. قوله الا اذا انكسر بعض ظفر المحرم، وكذا اذا طلع الشعر في العين وتاذى به فله ازالته. يعني افرض طلع له رمش وداخل جوه عينه مضايقه، فممكن يشيله لانه بيزيل، ويبقى برضه عليه الفديه، ولكن لا اثم عليه في ازالته، ليه؟ للضروره، للعذر، لكن عليه فديه. وكذلك ايه؟ لو انكسر وبيضايقه يزيله ولا حرمة له، لكن عليه الفدية. وقوله فله ازالة المنكسر فقط اي دون غيره، فليس له ازالة دق الظفر ولا فدية عليه في ذلك للعذر. قوله والسادس اي من المحرمات العشرة، وقوله الطيب، هنخلص السادس نقف على السابع. اي من المحرمات العشرة، وقوله الطيب ان كان المراد به العين اللي هو الطيب، ما يتطيب به اسمه عين الطيب نفسه، ذات الطيب نفسه، ده المراد به العين يعني. إن كان المراد به العين كان على تقدير مضاف، على هذا جرى الشرح حيث قال أي استعماله، يعني استعمال الطيب. وإن كان المراد به التطيب اللي هو الفعل نفسه، لأنه قد يطلق يقال الطيب يقصد به الفعل، وأحيانا الطيب يقصد به ما يتطيب به. وإن كان المراد به التطيب على أنه اسم مصدر لتطيب، فإن مصدره التطيب واسم المصدر الطيب لم يكن على تقدير مضاف. قول أي استعمال وأي الطيب، وقول قصدا أي استعمالا مقصودا مع العلم والاختيار، وسيأتي ما خرج بذلك في قول وخرج بقصدا ما لو ألقت عليه الريح طيبا إلى آخر. وقول مما يقصد منه رائحة الطيب أي حال كونه مما يقصد منه رائحة الطيب، وخرج بذلك ما يقصد منه الأكل ولو للتداوي، وإن كان له رائحة طيبة كالتفاح. التفاح ليه ريحة، لكن هل الناس بتجيب التفاح عشان تشم ريحته ولا تاكله؟ يبقى مش مقصود لرائحته، مقصود لأكل، يبقى ياكله. كويس؟ لكن النعناع للاتنين، فيبقى ما ياكلوش، لأن ساعات الناس تجيبه لريحته وساعات الناس تجيبه لأكله، مش كده برضه؟ يبقى النعناع لا، يبقى اما تيجي تشرب شاي ما تشربش شاي بنعنع وانت محرم. واضح؟ حاجات بسيطة كده، ده عند الشافعية، لكن في مذاهب تانية يجيزوا، لأن إيه؟ الطيب المقصود بيه عندهم إن يكون على ظاهر البدن، مش معناه ناكله. واضح؟ وإن كان له رائحة طيبة كالتفاح والمستقي والقرنفل والسنبل والخزامي وسائر الأبازير الطيبة، زي بيحطوا حاجات كده في الأكل تدي روائح طيبة كده، واخد بالك؟ زي الحبهان والكزبرة ومش عارف إيه، الستات اللي في البيوت عارفين الحاجات دي. فدي مش مقصود للرائحة لذاتها،
دي للأكل، فيبقى ممكن يأكله، فلا يحرم استعمال شيء من ذلك ولا فدية فيه، لأنه لم يقصد منه رائحة الطيب وإنما قصد أكله ولو للتداوي. قوله نحو مسك وكافور أي وعود وورس، وهو أشهر طيب ببلاد اليمن الورس، وزعفران وإن كان يطلب للصبغ والتداوي، ونمام ومنثور ونرجس وفاغية وفل وبنفسج وياسمين والمسك ودي أنواع يعني الطيب المعروف عندهم. والمسك فارسي معرب، طبعا لو الأيام دي هيقول لك الخمس خمسات والثلاث خمسات والكولونيات، يقول لك بقى البرفانات، يقول لك بقى كل الحاجات واخد بالك الزيادات. والمسك فارسي معرب أصله مشك بضم الميم وبالشين المعجمة، فعرب بكسر ميم وعمال شينه بقى مسك. قوله في ثوبه متعلق باستعمال، وكذا قوله أو في بدني فثيابه كبدني في تحريم استعمال الطيب فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المار ولا يلبس من الثياب ما مسه ورس أو زعفران. قوله بأن يلصقه به بضم الياء وكسر الصاد مضارع ألصقه لأنه متعد، وأما يلصق في قولهم ولو برمل لا يلصق بعضو، فهو ده قال الكلام ده فين؟ في التيمم. وأما يلصق في قولهم ولو برمل لا يلصق بعضو فهو بفتح الياء والصاد مضارع لسق لأنه لازم، وظاهر قوله بأن يلصقه به الحصر وليس كذلك، بل مثله ما لو ربطه بنحو جيبه أو جعل فيه نحو فأرة مسك مفتوحة، يعني زجاجة مسك صغيرة مفتوحة حتى. وقوله على الوجه المعتاد في استعماله خرج به حمله في نحو كيس لبيع مثل، يعني لو شايل المسك وربطه شايله بيبيعه وهو محرم جائز، لكن ما يشيلوش مفتوح، واضح؟ قوله أو في بدنه عطف على قوله في ثوبه، وقوله ظاهره يدل من بدل من بدنه، ظاهره بدل من بدنه، كأن ألصقه به أو احتوى على نحو مجمرة أو رش ماء ورد عليه. وقوله أو باطنه عطف على ظاهره، وقوله كأكله الطيب أي واستعماله واستعاطه، استعاط يعني استعماله في الأنف، يقول لك صعود زي النشوء كده يستعمله في الأنف يستنشقه، واحتقانه يعني يأطره في فتحات جسمه، ده الاحتقان. ولا فرق بين أن يكون الطيب وحده أو مع غيره، وإن كان الغير غالبا إلا إن استهلك الطيب بأن لم يبق له طعم ولا ريح، وأما اللون فلا يضر بقاؤه وحده على المعتمد على المحتمد كأن استعمل في دواء فلا يحرم حينئذ. يعني في بعض الأدوية بيضاف عليها بعض الأشياء لها رائحة وبتستعمل هي كنفسها خلاصة الطيب، لكن بتستهلك في الدواء وصارت لا رائحة لها حتى لو بقي لونها لا يضر، واضح؟ وخرج بقصدا أي مع العلم والاختيار بقرينة ما بعده. وقوله ما لو ألقت عليه الريح طيبا أي وأزاله فورا عند القدرة على إزالته، وإلا حرم ووجبت الفدية، يعني لو جابت الريح كبت عليه فتأخر عن إزالته وجبت الفدية، لكن لو لم يتأخر وأزاله على طول سريعا لا تجب الفدية ولا يحرم. وقوله أو أكره على استعماله أو أزاله فورا بعد زوال الإكراه وإلا حرم ووجبت الفدية. وقوله أو جهل تحريمه أو نسي أنه محرم أي وأزاله فورا بعد علم تحريمه أو تذكره أنه محرم وإلا حرم وجبت الفدية. ويعتبر مع العلم بالتحريم والإحرام العلم بأن الممسوس طيب يعلق برضه، يبقى لازم أنه يبقى متذكر أنه محرم ويعرف أن ده حرام ويعرف أن اللي حيمسه ده طيب كويس عشان يبقى يأثم، لكن يفرض هو مس حاجة وما يعرفش انها طيب طلعت طيب يزلها على طول ولا يأثم، واضح؟ وقوله فإن علم تحريمه وجهل الفدية وجبت، أي لأنه كان من حقه أن يرتدع وينزجر لعلمه بالتحريم فلذلك غلظ عليه بوجوب الفدية. يعني لو كان يعرف أن المحرم ما يستعملش طيب لكن ما يعرفش أن عليه فدية ولا لا فاستعمله وهو يعلم التحريم يجب عليه الفدية، وجهله بالفدية لا يعذره في عدم أدائه. ونقف على السابع وهو قتل الصيد يوم الخميس القادم إن شاء الله. في أسئلة في اللي فات؟ ربنا يستر لنا حج بيتي الحرام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام والعمرة ما حيينا هذا العام وكل عام، اللهم وفقنا
وسائر المسلمين لما تحب وترضى. فرج الكرب عنا وعن المكروبين من أمة سيد المرسلين، واقض حوائجنا وحوائج السائلين، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، وارحم والدينا ومشايخنا وعلمائنا والمسلمين برحمتك أرحم الراحمين، وكن في ذريتنا حافظا لهم إلى يوم الدين برحمتك أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وجزاكم الله خيرا.